السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية. درسنا اليوم رياضيات للصف السادس الابتدائي، الموضوع إيجاد المساحة الجانبية والكلية لشبه المكعب. الأشكال الأمامنا تمثل شبه مكعب، لشبه المكعب 6 أوجه، و أوجه شبه المكعب على شكل مستطيل، لذلك يسمى شبه المكعب بمتوازي السطوح المستطيلة. الأوجه الأربعة هاي تمثل جوانب شبه المكعب، أما الوجهين الباقيين فيمثلون القاعدتين، كل وجهين متقابلين يكونون متوازين ومتساوين بالمساحة. ممكن أن تكون قاعدة شبه المكعب مربعة مثل الشكل الأمامنا، هاي قاعدته مربعة، لكن هذا الشكل الآخر قاعدته مستطيلة. عندنا لإيجاد المساحة الجانبية لمتوازي السطوح المستطيلة اللي مطينا الطول 6 سنتيم وعرض 4 سنتيم، طول هذا 6 سنتيم والعرض 4 سنتيم والارتفاع 3 سنتيم. حتى نستخرج المساحة الجانبية ناخذ مساحة وجهين متجاورين ونضربهم في 2، فهذا المساحة الوجهين المتجاورين هذه المساحة لازم نوجدها، فصير 6 + 4 بين قوسين في 3. 6 تمثل الطول، 4 تمثل العرض، 3 تمثل الارتفاع. طبعا هنا القوسين كلش مهمة، لأن عملية الجمع حصير قبل عملية الضرب. نوجد النتيجة، يطلع لنا 33 سنتيمتر تربيع مساحة الوجهين. لإيجاد الأربع أوجه فثلاثين في 2 يساوي 60 سنتيمتر تربيع مساحة 4 أوجه. لو نباوع هذه الخطوتين نقدر نكتبها بطريقة أخرى، المساحة الجانبية لشبه المكعب تساوي 2 في الطول زائد العرض بين قوسين في الارتفاع، أو نكتبها الطول زائد العرض بين قوسين في 2 في الارتفاع. هذا الجزء هنا يمثل لنا محيط مستطيل، فالمساحة الجانبية هنا تساوي محيط القاعدة في الارتفاع. طبعا ما كتبنا محيط مستطيل لأن مرات القاعدة تصير مربعة، فيصير قانون محيط المربع يساوي طول الضلع في 4. فإذن المساحة الجانبية لشبه المكعب حساوينا محيط القاعدة في الارتفاع. إذا ردنا نطلع المساحة الكلية لمتوازي السطوح حيساوينا المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين. مساحة جانبية نطلعيها نحتاج مساحة قاعدتين، نطلع مساحة قاعدة واحدة، القاعدة هي شكلها مستطيل فإذن هي مساحة مستطيل، مساحة المستطيل تساوي الطول في العرض. الطول عندنا 6، العرض 4، فستة في 4 يساوي 24 سنتيمتر تربيع مساحة القاعدة الواحدة. حتى نطلع القاعدتين نضرب 2 × 24 يطلع 48 سنتيمتر تربيع مساحة القاعدتين. هسه نكتب قانون المساحة الكلية لشبه المكعب يساوي المساحة الجانبية زائد مساحة قاعدتين، يعني 60 + 48 ويساوي 108 سنتيمتر تربيع المساحة الكلية لشبه المكعب. ناخذ مثال علبة على شكل متوازي السطوح المستطيلة، طولها 8 سنتيم، أرضها 6 سنتيم، ارتفاعها 5 سنتيم، جد المساحة الكلية للعلبة. هاي عندنا هذه العلبة، هذا طولها 8 سنتيم، هذا عرضها
6 سنتيم، هذا ارتفاعها 5 سنتيم. المطلوب إيجاد المساحة الكلية للعلبة. المساحة الكلية للعلبة تحتاج المساحة الجانبية، فالمساحة الجانبية لشبه المكعب تساوي محيط القاعدة في الارتفاع. القاعدة بما أنها هي مستطيلة، فإذن محيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض بين قوسين في 2 في الارتفاع ينزل. نعوض بالطول 8 زائد العرض 6 بين قوسين في 2 في الارتفاع هو 5. طبعا نجري عملية الجمع قبل الضرب، فلأنه عندنا الأفضلية للأقواس. بعد ما نوجد الناتج يطلع لنا 140 سنتيمتر تربيع المساحة الجانبية. هسه نكتب القانون، المساحة الكلية تساوي المساحة الجانبية المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين. المساحة الجانبية احنا مطلعيها 140، المساحة القاعدتين نقدر نختصرها بخطوة واحدة مو مثل المثال السابق حليناها بخطوتين. القاعدة هي مستطيلة، فمساحة مستطيل الطول في العرض في 2، الطول 8 في العرض 6 في 2، ويساوي 140 تنزل. نجري عملية الضرب يطلع لنا النتيجة 96، ف140 زائد 96 يساوي 236 سنتيمتر تربيع المساحة الكلية لشبه المكعب. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، وأطلب منكم حل سؤال الثالث والرابع والخامس من تمارين 7-1 بالدفتر المسودة، وإن شاء الله ألقاكم في دروس أخرى، وشكراً.